معلومة طقسية، طقس صلوات اليوم فريحي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان القيامة. القراءات، قراءات اليوم من قطمارس الخمسين المقدسة. السنكسار لا يقرأ. الدورة ثلاثة بالهيكل وثلاثة بالكنيسة ثم واحدة بالهيكل. الأيقونة القيامة. الثلاث تقديسات، الثلاثة قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات ارحمنا. الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة عيد القيامة المجيد. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطقس الفريحي. ختام الصلوات ابقورو انت ابقوقو افتون في فول خني اثمو اوت خن بي اهقو اما شمت. ملك المجد قام من بين الاموات في اليوم الثالث. من مزاميري أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. يا رب ارضى بخلاصي، يا رب التفت إلى معونتي، يا إلهي فلا تبطن فصل من إنجيلي معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاير، بركاته على جميعنا. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياتنا أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا. روح القدس إله واحد أمين. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. رايات يوم الأربع من الأسبوع السادس من الخمسين المقدسة، وقرايات الأسبوع السادس وقرايات يوم الأربع بتدور حوالين الفرح بقيامة ربنا يسوع المسيح لكل المجد. ومن أفراح القيامة وبهجة القيامة اللي بيقدمها لنا ربنا إنه يعطينا من خلال خلاصه ومن خلال فدائه اللي قدمه لنا على عود الصليب وقيامته المجيدة أفراح كتيرة جميلة يحيا بيها الإنسان في حياته. علشان كده قرايات النهاردة يا أحبائي كلها رحلة فرح، رحلة فرح من كلمات جميلة ومعزية ومفرحة من الكتاب المقدس وقرايات هذا اليوم المبارك. تبتدي رحلة الفرح من إنجيل العشية، من إنجيل معلمنا ماري مرقس الإصحاح رقم 9 آيات من 33 ل 37، يكلمنا فيها ربنا على الفرح بخلاص النفس من خلال قبول تبعية ربنا يسوع المسيح. يعني الإنسان اللي بيتبع ربنا يسوع المسيح دايما يحيا حياة فرح. علشان كده يقول ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل يقبل الذي أرسلني. قبول لربنا وقبول من ربنا كمان لينا يعطي النفس سعادة ويعطي كمان للنفس فرح. ويكمل في نفس الإصحاح، الإصحاح رقم 9 من إنجيل معلمنا ماري مرقس، ويكمل لينا البهجة من خلال إنجيل باكر لما يتكلم على خلاص أو الفرح بخلاص النفس من خلال الخدمة اللي تعطي ملكوت السماوات للإنسان. فيقول كده لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. كلمة جميلة قوي دي، مفرحة دي، مبهجة كمان، إن يقول لأنكم للمسيح. إحنا ربنا وربنا كمان لينا إحنا كلنا. فقد إيه تكون النفس فرحانة وهي أصبحت ملتصقة بالعريس السماوي، ملتصقة بربنا يسوع المسيح لكل المجد. فإنجيل باكر يكلمنا على الفرح بخلاص النفس من خلال خدمة السيد المسيح. علشان كده الخدمة دي والتبعية والفرح ده يجعل للإنسان مكان في ملكوت السماوات. وياخدنا بعد كده في جزء من البولس، وجزء البولس النهاردة من رسالة معلمنا ماري بولس الرسول إلى أهل روميا، ويتكلم فيه في الإصحاح رقم 7 أعداد من 1 ل 8 على الفرح لنا بالمسيح.
بعد ما كان الإنسان، بعد ما كانت النفس البشرية للناموس، فيقول لنا النهاردة الفرح أننا للمسيح وليس للناموس، لأنكم للمسيح. بيأكد النهاردة معانا على نفس الفكرة، إحنا للمسيح اللي فدانا واشترانا كمان بدمه. فيقول كده آية جميلة في البولس النهاردة: لكي تصيروا لآخر للذي أقيم من الأموات لنثمر لله. آية جميلة يقول فيها تاني: لكي تصيروا لآخر. الإنسان كان في الأول متخيل أنه للناموس، فربنا النهاردة يقول لك لا، أنت مش للناموس، أنت لآخر. الآخر ده هو ربنا يسوع المسيح، ليه كل المجد. فأي فرح لينا إن كنا إحنا النهاردة الكنيسة وربنا وكلماته من الكتاب المقدس بتأكد لينا إن إحنا للمسيح. لكي تصيروا لآخر، مين هو الآخر؟ الآخر هذا الذي أقيم من الأموات، بيتكلم على المسيح، لنثمر لله. أنت الربنا، وربنا النهاردة مستني منك ثمر. أنت الربنا، وده يفرح نفسك ويفرح قلبك، وانتظار ربنا لهذا الثمر منك يفرح قلب ربنا ويفرح قلوبنا إحنا كمان. وكمان يقول لنا النهاردة في الكاثوليكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح الخامس آيات من 13 ل18، إن الفرح بقى يتجلى بإن إحنا لينا حياة أبدية، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. ربنا النهاردة وعدوا لينا إن لينا حياة أبدية، وعدوا لينا إن من خلال قيامته المجيدة أعطانا مجال ومكان وفرصة مرة تانية إن نرجع للصورة الحلوة اللي خلقنا عليها ربنا، ويكون لنا مكان معاه مرة تاني في الملكوت. فيقول لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ده بيدينا وعد يفرح قلوبنا ويجعلنا باستمرار حاطين السماء هدف وبنسعى للوصول إليه. لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. والفرح كمان يبان إن إحنا بنخدم وبنكرز بهذا الملكوت. عشان كده في الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار الإصحاح رقم 19 يكلمنا على إن مجاهرة حد زي معلمنا ماري بولس الرسول بالكرازة بالملكوت كانت شيء مفرح. فيقول كده فيه: وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاججا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. وكأنه في القرايات قبل ما يروح بينا للقداس إنجيل القداس عاوز يقول لنا كده أن قيامة ربنا تعطينا فرح، تعطينا فرح أن إحنا بنعمل لأجل الملكوت، تعطينا فرح أن لينا كمان مكان في الملكوت، تعطينا فرح أن إحنا صرنا للمسيح، لأجل المسيح، لأنكم للمسيح، زي ما قال لنا النهاردة في إنجيل باكر. كلها أمور تفرح النفس، تجعل نفس الإنسان متهللة بقيامة ربنا يسوع المسيح لي كل المجد. يا رب التفت إلى معونتي، يا إلهي لا تبطئ، مستنين الفرح بقى، مستنين إن إحنا ناخد بهجة القيامة دي فعلا لنفسنا. وفي الإنجيل نفسه بتاع القداس، جزء من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير، بيكلمنا فيه ربنا من إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 17 على أمور كتيرة قوي ونقاط كتيرة قوي تخلي الإنسان عايش على الأرض متمتع بأفراح من قبل ربنا، بأفراح من القيامة. لكن قبل ما نروح للأفراح اللي ربنا بيكلمنا عنها النهاردة من قيامته المجيدة، فلازم ننتبه إلى أن الفرح اللي ربنا بيكلمنا عنه هو فرح يختلف عن الأفراح اللي موجودة في العالم، عن الأفراح الأرضية، عن الأفراح العالمية، عن الأفراح الزائفة. لأن يا أحبائي أفراح العالم أفراح مؤقتة، وأفراح في مجملها وفي مضمونها دايما بتكون أفراح زائفة، ما بتعطيش للنفس شبع، وما بتعطيش للنفس راحة، وما بتعطيش أيضا للنفس سلام. فيمكن يكون إنسان متخيل أنه يكون فرحان وبيتكل على المال، أو فرحان بمنصب، أو فرحان بصحة جسدية معينة، أو فرحان لأنه متخيل أن الخطية بتعطيه فرح. فيقول لك لا، دي كلها أنواع من الأفراح
يا إما خاطئة، لأن أفراح الإنسان بالخطية أو بالشهوات أو بالعادات الرضية هي أفراح خاطئة أو أفراح زائفة مش حقيقية. إنسان بيفرح بالمال، بيفرح بمنصب، بيفرح بكل الأمور اللي ممكن يكون الإنسان متخيل إنها تعطيه فرح وسلام على الأرض، فربنا يقول لك لا، خلي بالك، كلها كلها أفراح مش هي الأفراح الحقيقية، مش هو الفرح اللي ربنا عاوزك تعيش بيه وتعيش كمان ليه. صحيح عطايا أحيانا بتكون كتير جميلة من ربنا بنشكر ربنا عليها، لكن ربنا يقولك وإنت بتشكر ربنا على الأمور دي كلها، هو عاوز ياخد عينينا النهاردة ناحية الفرح الحقيقي، عاوز ياخد عينينا النهاردة ناحية السماء. فيقول لي في إنجيل النهاردة الفرح الحقيقي مش في الحاجات دي كلها، الفرح الحقيقي يبتدي لما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه إلى السماء. تخيل كده أنه ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد في بداية جزء إنجيل النهاردة عاوز يدينا وسيلة إيضاح، فيقول عاوز تشوف الفرح، عاوز تنظر إليه، عاوز تتطلع إليه، ارفع عينيك باستمرار ناحية السماء. لما بترفع عينيك ناحية السماء أنت كده باصص على المكان اللي يكون فيه فعلا الفرح الحقيقي اللي احنا بنترجاه. فيقول لك الأفراح جت من أن ربنا يسوع المسيح أظهر اسمه لينا وأعطانا معرفته. ياه، قد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، لك هم وقد أعطيتهم لي. فيقول ده الفرح يبتدي من أن احنا ربنا أظهر اسمه لينا، الفرح يبتدي أن ربنا جاء متجسد لأجل خلاص نفوسنا، الفرح أن ربنا بعد تجسده وحياته على الأرض أعطانا فداء، أظهر لنا علامة الفداء، أظهر لنا هذا الفداء، أظهر لنا هذا الخلاص، أظهر لنا نفسه. فواحد ربنا النهاردة يقول لك من فصل الإنجيل الفرح الحقيقي إن إحنا فرحانين إن ربنا أعلن لنا عن ذاته، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اتنين، ربنا كمان مفرحنا بكلماته، أعطانا كمان كلامه، علشان كده وضح لنا دوًا جدًا وكلامك حفظوه. مش المقصود بالحفظ مجرد الترديد من الشفاه، ولكن المقصود إن الحفظ إنك حافظ كلام ربنا في قلبك، يعطيك سلام، يعطيك طمأنينة، يعطيك راحة، يعطيك أيضًا تعليم بتسلك وبنسلك كلنا كمان بيها. فرحانين بكلمة ربنا، كلام الله روح وحياة، كلام الله ماء حي بيروي نفوسنا وبيشبع أيضا نفوسنا. علشان كده النهاردة ربنا يقول إنه بقيامته وضح لنا إنه أعطانا أفراح جزيلة وعظيمة، منها إنه أظهر لينا اسمه، أظهر لينا نفسه، منها إنه أعطانا كلامه علشان خاطر نعيش بيه. وكمان ربنا يقولك النهاردة أنت فرحان إن هو يسأل عنا، يطلب عنا. شفاعة ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد، الشفاعة الكفارية اللي قدمها لنا على عود الصليب علشان كفر عن خطية الإنسان الأصلية، توضح أنه كان يشفع عنا، يسأل عنا، يطلب عنا أن احنا يكون لنا هذا الفداء وهذا الخلاص وهذه القيامة المجيدة بأفراحها العظيمة في حياتنا. فيقول لك ده أنت لازم تكون فرحان أن ربنا دور عليه، لازم تكوني فرحانة إن ربنا سأل عنك. شوفوا أحبائي قد إيه لما حد من معارفنا ومن أصدقائنا ومن أقاربنا بيستعمل التليفون بس كده ويسأل على حد فينا، دوًا بيدخل لنفوسنا فرحة وبيسعدنا وبيبسطنا. طب النهاردة ربنا بيقولك اللي سأل عنك وافتقدك بمرحمه هو الله نفسه، أي فرح أعظم من حاجة زي كده؟ فربنا أظهر لينا اسمه، ربنا أعطانا كلامه، ربنا سأل وشفع عنا لأجل خلاص نفوسنا، ربنا أكمل عمله عنا بالفداء وبسفك دمه على عود الصليب وبقيامته المجيدة اللي بيها داس الموت وبيها أعطانا نصرة وغلبة على الشيطان. يقولك هو أكمل كل أعماله عنا. ولكن الفرح الكبير والفرح العظيم
والفرح اللي القيامة تعطيه لينا إن ربنا النهاردة يقول لك إيه، وكل ده كان على أجل أن يعطي لينا حياة أبدية. كل ده كان لأجل إن الله يبحث لينا على مكان معاه مرة تاني في السماء. علشان كده النهاردة ربنا يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الواحد وحده. ربنا يا أحبائي النهاردة عاوز يوصل لنا أن مش هنعرف نعيش الفرح الحقيقي إلا لو كانت قلوبنا وعقولنا وعيوننا زي ما هو ابتدى كده ورافع عينيه إلى السماء متعلقة بالسماء. أصل الأرض مليانة شقاء ومليانة تعب ومليانة ضيقات، وفي الأرض يكون لنا ضيق، لكن واثقين أن ربنا غلب هذا الضيق وغلب العالم كله. ليه؟ لأجل أن يعطينا الفرح الحقيقي بوجودنا معاه في الملكوت. فحياتنا على الأرض رحلة وفترة الإنسان فيها بيجاهد وبيجتهد أنه يجني الفرح الحقيقي بوجود الإنسان في الملكوت مع ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.